بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، شارك معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها في المنطقة والتحرك إزائها. ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ألقى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة مملكة البحرين في القمة العربية والإسلامية غير العادية. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظكم الله، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه ليشرفني أن أنقل إليكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما بنجاح هذه القمة، معربين عن تقديرنا للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس التزام المملكة الشقيقة طويل الأمد تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتفانيها في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نجتمع اليوم في خضم الحرب المستمرة لأكثر من عام على غزة وامتدت إلى لبنان، مما أدى إلى تفاقم التوترات والتصعيد العسكري في المنطقة. إن الأزمة الإنسانية مروعة، حيث يعاني عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء من فقدان الأرواح والإصابات والحرمان من الحقوق الأساسية. وتفرض هذه التحديات الخطيرة على المجتمع الدولي
اتخاذ إجراءات حاسمة والوفاء بمسؤولياته الإنسانية والقانونية والعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والحفاظ على أمن وسيادة الدول ومنع تصعيد الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم قسرياً وفقاً للقانون الإنساني الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن مملكة البحرين كانت ولا تزال تدعو إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ونحن ملتزمون بحل القضية الفلسطينية باعتبارها ضرورة ملحة لحفظ حقوق جميع شعوب المنطقة في التعايش في أمن ووئام. وتماشياً مع تلك الدعوة ودعماً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة التي تقودها المملكة العربية السعودية، تحث مملكة البحرين المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن على الوفاء بمسؤولياته من خلال: أولاً، التجاوب الفاعل مع مبادرة مملكة البحرين والتي أقرتها القمة العربية قمة البحرين التي عقدت بالمنامة مايو المنصرم بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ثانياً، إرساء وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة وجنوب لبنان وإطلاق سراح الرهائن وفتح الممرات الإنسانية وبدء جهود إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومنع العنف والاستيطان في الضفة الغربية. ثالثاً، تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان بكافة بنوده والحفاظ على اتفاق الطائف لضمان أمن لبنان الشقيق واستقراره وسلامة أراضيه. رابعاً، تعزيز جهود الأمم المتحدة ووكالاتها في مجال حفظ السلام والمساعدات الإنسانية. وفي الختام، نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة على حسن تنظيم أعمال هذه القمة التي تجسد حرصنا المشترك على إيجاد حلول سلمية شاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية ولمختلف النزاعات القائمة في المنطقة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما يعود بالخير والسلام والنماء على شعوبنا وبلداننا الشقيقة في منطقة آمنة مستقرة وعالم أكثر عدلاً وسلاماً واحتراماً للحقوق والكرامة الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.